أقيم في كنيسة مار جوارجس ببلدة الخضر التابعة لمحافظة بيت لحم قداس احتفالي بمناسبة عيد القديس جوارجس بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور جمع كبير من المؤمنين من أبناء المنطقة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بمناسبة عيد القديس جوارجيوس أقيم قداس احتفالي في بلدة الخضر القريبة من بيت لحم. ترأسه المطران ثيوفانوس رئيس أساقفة جرش بمشاركة رئيس الدير الأرشمندريت أنانياس والأرشمندريت أغناطيوس والأباء خضر برامكي ونكتاريوس والأب بولس العلام والكهنة والشمامسة. كما وأحيت جوقة الروم الأرثوذكس القداس وبحضور وتنظيم المجموعة الكشفية الأرثوذكسية العربية البيت جالية وحشد كبير من المؤمنين من أبناء المنطقة. وألقى الأب برامكي كلمة المطران ثيوفانوس والذي قدم من خلالها التهاني لأبناء الكنيسة ولجميع الحضور، كما وقدم نبذة عن حياة القديس جوارجيوس العظيم في الشهداء. اليوم نحتفل في كنيسة القديس جوارجيوس العظيم في الشهداء في ديره العامر في قرية الخضر بالقرب من مدينة بيت لحم. هذه المدينة التراثية، هذه المدينة التاريخية حيث ولادة الرب يسوع المسيح. إحنا هذا الدير المقدس منذ القرون الأولى كان موجود ونحن محافظين على هذا الدير المقدس. الأبناء الرعية والمؤمنين يأتون من كل أنحاء العالم وخصوصا من الداخل من الشمال ومن الجنوب ومن الوسط ومن القدس للاحتفال بعيد القديس جوارجيوس، لأن هذا الدير المقدس في هذا الدير العامر يقال أنه أيضاً القديس يظهر في الليل ويطوف حول هذا الدير، لهذا إخوتنا المسلمون يقولون خضر الحي أو يقولون القديس جوارجيوس الحي، لأنهم يرونه أم عيونهم، يرونهم حي يظهر على الحصان ويظهر أيضاً دائماً في الشدائد ويدافع عن الكنائس، فهو لديه وقار جداً من جميع المؤمنين من كافة الطوائف وأيضا من المسيحيين والمسلمين، يكرمونه ويقدمون له الشموع والقربان ويقدمون البخور ويطلبون منه أن يتشفع لهم أمام العرش الإلهي الرب يسوع المسيح حتى يستمع لطلباتهم، لأنه سريع الاستجابة عندما يطلبون منه يسمع لطلباتهم ويتشفع لهم أمام الرب والرب يستجيب له في كل وقت. فكل عام وأنتم بخير. نحن في زمن الفصح المجيد القيام المجيدة، من كل للجميع المسيح قام حقا قام. كل عام تسلمين لهذول اللي حاملين الاسم جورج، هذا دولي في كل العالم، في جورج يعني في كل أوروبا وأمريكا، وكل عام تسلمين للأرثوذكس اللي موجودون في كل المحل. وخون كمان في لاكا مار جوارجيوس ليش إمه كان من بلد خون والأملاك حوالي يكون للبطركية وهذا أملاك له أملاك إمه، وهذا الدير قديم والمسلمين كمان بيحترموا وكل حوالينا مسلمين وعايشين مع بعض يعني بتفاهم المحبة وبالاحترام، والحمد لله هذا يعني مناسب عشان يبين هذا كيف عايشين وكيف نفرح مع بعض بالأياد، وخاصة هذا عيد البلد بس حاضر البلد بس كل البلد هون بلد القديمة ما عيادنا قيامة المسيح، هو كمان هو ابن البلد كبن آدم، هو من السماء بس كمان بن آدم، وعيادنا ونعيد ونفرح، وهذا إشي لازم دائما بكون في قلوبنا ونساعد نفهم أكثر أحسن حياتنا وللمجد الله ولخلاص نفوسنا. وبعد القداس جرت الدورة التقليدية في ساحة الكنيسة بمشاركة رئيس بلدية الخضر المحامي أحمد صلاح وأعضاء المجلس البلدي والمؤمنين، حيث أقيمت الصلوات على وقع أصوات أجراس الكنيسة وترانيم الجوقة.
اليوم ككل عام احنا بنحتفل بعيد القديس الخضر ببلدة الخضر في هذا الدير الموجود على أراضي بلدة الخضر. احنا بنحتفل من كل عام بتاريخ 5/5 و6/5 في هذا العيد. هو عيد لجميع سكان المنطقة، لجميع أهالي محافظة بيت لحم ولأهالي الخضر بالتحديد بغض النظر عن ديانتهم. يعني احنا كلنا أخوة وكلنا أهالي وأصدقاء. السنة الماضية لم يكن هناك أجواء لهذا العيد بسبب أوضاع جائحة كورونا التي كانت في البلاد. نحمد الله العام هذا العام تمكنا من إقامة هذا العيد وإقامة الصلاة في دير الخضر. نأمل أن يكون الأعياد القادمة، نأمل أن تكون السلام يعم بلادنا ويعم بلاد دولة فلسطين بأكملها. الحضور جيد نوعا ما هذا العام بغض النظر عن الظروف التي الصعبة التي تمر بنا بسبب جائحة كورونا وبسبب تضييق الاحتلال علينا أيضا. الالتزام كمان الالتزام من المواطنين التزام جيد والتزام ممتاز نوعا ما. مجموعة جميلة، لقاء مرتب جميل يضم إخواننا المسلمين والمسيحيين في هذا اللقاء. نقول للجميع أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير ينعاد على الجميع والكل بالصحة والسلامة والعافية، ونتمنى السلامة من هذا الوباء الذي يجوب منطقتنا إن شاء الله باسم مارجريوس، يختفي هذا المرض نهائيا. أهلا وسهلا فيكم. وبعد الانتهاء توجه الجميع إلى قاعة الدير لتقديم التهاني بهذه المناسبة. والجدير بالذكر أن هذه الاحتفالية التي استمرت على مدار يومين فهي تشكل مشهد التآخي الحقيقي بين أبناء الشعب الواحد من خلال مشاركة الجميع دون تمييز. للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة القديس جوارجوس بلدة الخضر.